برنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح عدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية المتخصصين. اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم سبوت ان سبورت. سبوت بتاعنا النهارده للبنات فقط، لان رياضتنا ما بيلعبهاش غير بنات في مصر. لعبتنا النهاردة هي السباحة التوقعية اللي كلنا نعرفها باسم الووتر باليه. جميلات العالم بيظهروا بأفضل عروضهم وهم بيمارسوا الرياضة دي، وخصوصا المنتخبات الأوروبية اللي بتبهرنا في كل البطولات الدولية. هي مبدئيا اللعبة صعبة يمسالها خالص، بس ليها يعني الجو بتاعها، يعني الميوزك، انا بحب الميوزك والباليه وكده، فده اللي شدني ليها. انا كنت بلعب الاول سباحة، بس بالنسبة لوتر باليه حسيتها مملة شوية. انا بلعبها وانا عندي 6 سنين، وهي اللعبة في مصر مش بيسمحوا لنا كتير قوي ان احنا نكملها واحنا كبار وبعد الكلية وبتاع، فأنا بحب اللعبة، قلت أنا حبيت أن أنا حبيت أكملها بعد ما خلص. This is very nice and beautiful sport and also it's a difficult sport, so we need too much work. Open your eyes, don't just be with your lies, cause we only wanna be free, free to believe in me. عندنا سولو دوات وتيم. سولو لو فردي، دوات زوجي، وعندنا تيم. بيبقى كل حاجة في دول ليهم تايمينج معين لكل سنة. رشاقة نمبر 1، مسؤولية، تحمل مسؤولية، لأن اللعبة مش سهلة خالص. لعبة بتجمع ما بين 3 ألعاب، سباحة وباليه كلاسيك وجمباز وكل حاجة، فهي لعبة صعبة، مش عايزة واحدة مرنة وخلاص، لا، واحدة قوية يعني. زي ما شفتوا ده كان رأي مدربات الووتر باليه. تعالوا نشوف البنات الزغنطتين رأيهم ايه في اللعبة دي وليه حبوها وعايزين يوصلوا فيها ليه.
اني العب ووتر باليه، عشان بلعب ووتر باليه بحس ان جسمي بيتحرك، بحس ان اي حاجه تانيه بتتحرك معايا انا وجسمي وبس. كنت بحب اتشقلب كتير، فبعدين مامتي ودتني للمدربه وقالت لها عايزه اودي بنتي، بعدين قالت لي اه هي جسمها كويس وكل حاجه، بعدين نزلتني التمرين قعدت اتمرن كتير لحد ما وصلت للمرحله دي. انا في الاول كنت بلعب سباحه، بعد كده وانا قاعده هنا في النادي كنت شايفه هما بيعملوا حركات، فانا قلت في يوم ممكن اكون عامله زيهم. هي اللعبة صعبة عشان هما بيقعدوا يقولوا لي انا اقدر اكتب نفسي لمدة دقيقة، انا اقدر اعمل كده، بقول لهم هي صعبة لو هما جربوها مش هيعرفوا يعملوها. في الاول بتكون صعبة بس بعد ما انتوا تتمرنوا تتحسنوا فيها هتلاقوها سهلة. الكابتن بتاعتي بتقول لي حاجات كتير، يعني لما اعمل حاجات غلط بتزعق لي. عايزه اكون اللي واخده الاول على الاولمبيكس وعلى العالم كله في العالم. And the game keeps holding a grudge. So confident and so humble, girl. You're the queen of the jungle. You're the reason they need to confront you. See, the media need you and love you. And the stories that leak in the untrue. Still, you stand tall for all that you come. السباحة التوقيعية بقت من أهم الألعاب المائية في مصر، وده لأننا في وقت قصير جدا قدرنا نحقق مراحل متقدمة فيها عن طريق البطولات اللي شاركنا فيها جوه مصر وبره مصر. In water ballet complete everything. We also play choreography, we play fitness, we play gymnastic and acrobatic in a gym. Also we play in the water, not only like water ballet, it includes swimming also. بالميه ده لازم ياخد وقت، ده اكتر حاجه بتاخد وقت، واكتر حاجه مهمه في الووتر بالي، لان الووتر بالي يعني ميوزك بره والبنات في الميه، عشان كده بيستاهل ان احنا نفضل نكاونت باي حاجه بنعد بيها بقى ونعمل ازعاج للناس، ده بياخد وقت للبنات سبيشالي الصغيرين. هم بيكبروا بيبقى عندهم السنس ده خلاص، ده طبيعي بقى، اي ميوزك اي كاونت اي حاجه بيبقوا خلاص اتعودوا على الحاجات دي.
هي اكتر حاجه بتشد الناس البنات يعني هم يلعبوها طبعا نجاح لما بيحسوا ان ناجحين فيها كمان عشان لما نعمل الحركه ما نغلطش في حاجات ثانيه بقى في فيجرز برضو تبع الووتر باليه فيجرز بيعملوا حركات في مكانهم من غير موسيقى تبقى تتحسب 50% من يعني هي 50% وروتينز 50% خلوا بالهم من بعض لان ممكن اي واحده في المايه يحصل لها حاجه لازم التيم بتاعها يبقى واخد بالهم منها فهم من هم صغيرين سن صغير قوي بيبقوا متعلمين المسؤوليه ان هم يشيلوا مسؤوليه بعض لازم اتمرن كتير وزياده ولازم اقوى عشان اكون المستوى بتاعهم ان شاء الله هتقوم بعدها. The water ballet is really really hard sport. وكده نكون عرفناكم على الووتر باليه. استنونا في الحلقة الجاية نعرفكم على رياضة جديدة في برنامجكم سبوت اون سبورت. ما تنسوش تعملوا لنا اللايك بتاعنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب سبوت اون سبورت. اشوفكم الحلقة الجايه.